3 2 1 كيو. مستمعينا الأحبة، حياكم الله في هذه الحلقة من برنامجنا اليوم. حلم الإذاعة راودني منذ الصغر حقيقة، عملت بي على تنمية موهبتي بهذا المجال، أيضا عملت على الاستماع إلى مشاكل الناس، حوار الاجتماعي مع الناس في كل فئات المجتمع، تعامل الناس وياي في البداية صغر يعني لربما كان هو نقص وعي عند المجتمع، كان ببعض بعض القساوة أنه أنت كفيف وأنت عاجز وأنت مريض. لكن اليوم بعد الوعي اللي حصل وبعد الانفتاح اللي حصل، لا تغير نوعا ما. ومثل ما تعرفون أحبتنا المستمعين أنه الكل متواجد بالبيت في هذه الفترة وهي فترة كورونا. بالنسبة إلى داعمين كثيرين حقيقة، منهم أهلي اللي وقفوا لي وقفة جميلة جدا، ثم أصدقائي اللي شجعوني على المضي قدما في هذا المجال، اللي هم أيضا عشاق لسماع الإذاعات وحتى يتواصلون وياي كثير من برامج. سجلت في بداية الأمر يعني قبل 3 سنوات، أجل الإذاعة كبداية عمل، يعني أنه يدي عمل إعلامي، شيء أكيد إحنا استقبلناه بكل رحابة الصدر وكنا خير عون إليه. الشغلة الثانية اللي حبيناها بسجاد إنه صاحب طموح، صاحب يريد يشوف مستقبل، يشوف مستقبله كأنه هو كفيف، ولكن يشوف مستقبله من خلال الأمل اللي بداخله. كادر الإذاعة جدا متساعد وعندي انسجام ويا كل المخرجين ويا كل الإخوة الموجودين، وهذا هو أكبر دليل على بقائي ل3 سنوات في إذاعة الأمل. تعلمت القراءة والكتابة، هي مو قراءة وكتابة بالصيغة اللي يعرفها المجتمع، هي قراءة وكتابة من نوع متفرد اللي هي لغة برايل، اللغة الخاصة بمكفوفين. الآن يعني ذهبت إلى دراسة الإعدادية، وحقيقة بعد يعني ناوي إن شاء الله إذا أتيح لي دخول كلية الإعلام فأكيد كلية الإعلام، وإذا لم تتح اللغة العربية. واجهتني كثير من العقبات، هي أو من أهمها خلينا نقول أنه ما كان متقبل أنه مذيع كفيف، المذيع يحتاج إلى قراءة، إلى بحث، تقصي من بعض الأمور، لكن أنا تمكنت من حل كل هذه الألغاز بفضل التقنية المتطورة اليوم اللي موجودة عندنا من ناحية الأجهزة الذكية ومن ناحية حتى الكمبيوتر. المشكلة اللي راح نتناولها اليوم مشكلة العنف الأسري. لا يجب أن ينظر إلى الكفيف أنه معاق، الكفيف لا يدرج ضمن المعاقين إلا في الناحية الطبية، ولكن في الناحية النفسية والإنسانية بالعكس، هو متكامل، لديه عقل، لديه تفكير، لديه مشاريع يبدع فيها.